التمبريتشر، التمبريتشر سكيلز، في عندنا تو سكيلز، في عندنا طبعا السلسيوس، او خلينا قبل السلسيوس خلينا نحكي عن ال او خلينا نحكي عن السلسيوس، والثاني اللي هو الفهرنهايت. اذا كني كتبتها بشكل صحيح، الفهرنهايت، السلسيوس والفهرنهايت. السلسيوس بيمشي من 0 ل 100، ومية اللي هي درجة غليان المي عند أي ضغط جوي، ضغط جوي واحد مش هيك، ولازم المي تكون pure water ما فيها شوائب، إذا كان فيها شوائب فيها ملح وهذا رح يتغير درجة الغليان، والتجمد اللي هي الفريزنج من هون دول هم جاي. الزيرو تبعت السلسيوس معيش تتناسب مع الفهرنهايت 32، وهاي 212. هلا هذا سكيل مش ابسولوت سكيل، هلا هذا في له ابسولوت سكيل بقابله اللي هو ايش؟ كلفن. والكلفن رح يعطيني، في عندي هاي النقطة بتصير على الكلفن سكيل 273 كلفن. من وين اجت 273؟ إذا الغاز على درجة حرارة زيرو بردته درجة مئوية واحدة، بصغر حجمه بمقدار واحد على 273 من حجمه الأصلي. فنظريا إذا ضليت أنزل درجة حرارة الغاز لناقص 273 إلى صفر كلفن اللي هي ناقص 273 سلسيوس، إيش رح يصير بحجمه؟ رح يختفي نظريا، بس صعب جدا نوصل، صعب جدا نوصل لأي شيء، ما في شيء يعني العلم ما يقدر يوصل، ما يقدروش يوصلوا لدرجات حرارة قريبة من الصفر، صفر كلفن، زيرو كلفن. 273 وبصير عندي هون هاي 373 دلتا كلفن بيساوي دلتا سي، مش هيك؟ درجة الحرارة بتساوي درجة حرارة، بس السكيل هون رجعنا السكيل للزيرو. في كمان ابسولوت سكيل بس مش مستعمل كثير، بتناسب مع الفهرنهايت، اسمه رانكن او رانكاين، بعطيني بالنسبة للفهرنهايت. ما بهمناش كثير، احنا بهمنا بشكل رئيسي نركز على السلسيوس او نركز على الكلفن. في كثير من المعادلات رح تشوفوا انه بهمنا درجة حرارة الكلفن، فبدك تحول في كثير من الحسابات بدك تحول لدرجة حرارة الكلفن وتستعملها. الفهرنهايت استعماله قليل جدا يعني الان عمليا معدوم، بس هذا في سكيل ابسولوت سكيل بتناسب مع الفهرنهايت، و32 بتتناسب مع الزيرو، و212 فهرنهايت بتناسب مع، وبقدر نحول بين اثنين. هون في شيفت ل 32، وهاي اذا قد 100 بالنسبة لهاي رح تطلع 180، 5 على 9 مش هيك؟ فإذا بدي أحول من واحد للثاني بدي أضرب بخمسة على تسعة أو تسعة، أقسم أضرب في تسعة على خمسة وأجمع 32 أو أطرح 32. فاهمين هاي؟ فاهمين العلاقة بينهم؟ يعني لما بدي أحول الفهرنهايت لسلسيوس بدي أخذ درجة حرارة الفهرنهايت بطرح منها 32 بعدين بضرب في خمسة على تسعة أعطيني السلسيوس، أوكي؟ وطبعا كانك تعكس العملية هاي. هذول هم السكيلز، بس يعني بس حتى تكون عارف سكيل، بس بشكل رئيسي علميا ايش هو السكيل المهم، اهم سكيل.